في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لعدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. تخللت تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. احنا النهاردة مبسوطين جدا بتشريف ضباط من وزارة الداخلية لينا، وهم قاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال، والأطفال مبسوطين جدا. احنا مبسوطين والضباط جه ودينا هدية هدوم، الضابط اداني مسدس وهدوم، وانا مبسوط وكل سنة وطيب. هذا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان. تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم. فاجئنا بزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتوجيهات من فخامة الرئيس للمعايدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم، وكان حدث طيب أدخل السرور على المرضى. وفرحانة بزيارتكم فعلا، والله جد فرحان بيهم، وأشكركم والله على الزيارة الجميلة وعلى ذوقكم. ربنا يبارك لكم يا رب ويبارك لسيادة الرئيس، ربنا لنا سلام وطهنا. شكرا جزيلا ليكم، وانتم طيب. طيبين وبخير وسعادة، وربنا يا رب كده يجعل مصر دايما بخير وسعادة يا رب إن شاء الله. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. أنا موجود جابوا لعب وهدايا للأطفال في وحدة علاج اليوم الواحد، وده شيء من شأنه إن هو يعني بيفرح الأطفال وبيبسطهم. نشكر وزارة الداخلية على الاهتمام وإن هما بيجوا دايما يفرحوا الأطفال وبيبسطهم ما بينسوناش. انبسطت جدا بالهدايا، شكرا جدا وكل سنة طيبين. النهاردة السباكم ودينا هدية شالعيد سانتا يا ريس بابا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار.